احنا اليوم فخورين بزاف ديال لا سيناتور ديال هذا البارتناريا مع تيبيو افريكا. هذا البارتناريا اللي غادي تعاون الشباب الادماج داخل سوق الشغل. الدور ديال ديكاتلون غادي يكون هو لانسيرسيون ديال اكثر من 200 ستاجير في لي 17 ماغازان اللي عندنا في المغرب. وفي هذا البارتناريا غنقدروا نواكبوا هاد الشباب عن طريق الرياضه باش يقدروا يتانتيغراو داخل سوق الشغل. هاد المواكبه غتكون في اطار ديال التعلم ديال لي تكنيك ديال لو فونت وكذلك لو سافوار اتر لو سافوار فير اللي غتخول لهم باغ لا سويت في انهم يقدروا يانتيغريو سوا ديكاتلون ولا يقدروا باغ لا سويت يدخلوا لاي مؤسسه واحده اخرى اللي غتخليهم يقدروا يخدموا في العالم ديال لا كرون ديستريبيسيون. وكذلك غادي نبارتيسيبيو مع تيبيو افريكا باش نخولوا الشابات المغربيات يقدروا يمارسوا كره القدم هنا في السيت ديالنا ديال ديكاتلون عين سبع. اليوم حنا جد سعداء بتوقيع شراكه مع ديكاتلون ماروك. هاد الشراكة هادي اللي عندها ثلاثة ديال الأبعاد، بعد وطني أنه غتمشي هاد الشراكة تعطي الاستفادة للمراكز ديال تيبيو اللي تيتواجدوا في أنحاء المغرب. هاد المراكز هادو اللي تيهتموا بالتربية عن طريق الرياضة يتم عن طريق ديكاتلون ماروك، يكونوا معدات رياضية اللي يستافدوا منهم الأطفال وأيضا المدربين. كاين أيضا بعد ثاني وهو الإلهام وتمكين الفتاة القروية، والهدف وهو الفتيات في المناطق اللي هما المجاوره ديال عين سبع والمناطق ديال عين سبع ايضا الفتيات اللي هما في المجال الحضري يستافدوا من واحد البرنامج ديال التربيه عن طريق الرياضه باش يمكن لينا نساعدهم في الحياه المدرسيه ديالهم. والهدف الثالث وهو تشغيل الشباب عن طريق الرياضه، عن طريق برامج ديال البرامج ديال الفرصه الثانيه للجيل الجديد المهن الرياضه بشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه. وهاد التلاميذ اللي تيستافدوا من هاد البرامج هادو يستافدوا ايضا من تجارب مهنيه مع ديكاتلون في لي ماغازان ديال ديكاتلون. تقريبا 200 شاب اللي يستافدوا. اليوم تنشوفوا شباب اللي كان عندهم ستاج واليوم عندهم فرصه عمل، بداوا العمل ديالهم بشكل رسمي مع ديكاتلون. دونك هذه الشراكه هي شراكه اللي هي مثاليه لانها تجعل الطفل والطفله والشاب في صلب الرياضه وايضا في صلب النموذج التنموي الجديد.